لتجنب الحذف العرضي لمحادثات وملفات الواتساب من هاتفك، من الضروري جداً عمل نسخة احتياطية من واتساب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. فكيف يمكن إجراء نسخ احتياطي وفتح محادثات الواتساب على الكمبيوتر؟ سأقدم لك 4 طرق مجانية لنقل واتساب من أندرويد أو آيفون إلى الكمبيوتر. إذا كنت تريد نقل احتياطي سريع لمحادثات الواتساب أو مرفقات الوسائط المتعددة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وأن تكون قادراً على فتح وعرض هذه الدردشات والملفات مباشرة على جهاز الكمبيوتر، فيمكنك استخدام برنامج النسخ الاحتياطي المجاني iMyPhone iTransfer for WhatsApp فقط بـ3 خطوات بسيطة و5 دقائق من وقتك. سوف تمكنك من نقل واتساب من أندرويد أو آيفون بالكامل إلى جهاز الكمبيوتر مجاناً، بما في ذلك الدردشة والصور ومقاطع الفيديو والأصوات والمستندات المتنوعة. ولن تستبدل كل نسخة احتياطية نسخة واتساب الاحتياطية السابقة، ولكن سيتم حفظها على الكمبيوتر بشكل منفصل. دعنا نستخدم آيفون لشرح العملية. قم بتنزيل وتثبيت iTransfer for WhatsApp، وقم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز الكمبيوتر، وافتح البرنامج وانقر لإجراء نسخ احتياطي لتطبيق واتساب على الأجهزة، ثم انقر فوق نسخ احتياطي. حدد نوع واتساب الذي تريد نسخه احتياطياً، ثم سيبدأ البرنامج في المسح للحصول على بيانات واتساب من آيفون. بعد انتظار اكتمال العملية، انقر فوق منتهي. إذا كنت بحاجة إلى قراءة بيانات النسخ الاحتياطي أو استعادتها، فيمكنك النقر فوق الزر استعادة أو تصدير أدناه بعد اكتمال النسخ الاحتياطي. أدخل وظيفة استعادة أو تصدير نسخة الواتساب الاحتياطي لعرض جميع دردشات الواتساب على جهاز الكمبيوتر كدردشات حقيقية. يمكنك أيضاً اختيار تنسيق ملف مختلف لتصدير الجلسة. يمكن لآيفون أيضاً نسخ الواتساب احتياطياً على الكمبيوتر من خلال آيتونز، ولكن لا يمكن فتح نسخة آيتونز الاحتياطية وقراءتها على الكمبيوتر. تتطلب هذه الطريقة أحدث إصدار من آيتونز. بعد فتح آيتونز، قم بتوصيل آيفون بكابل USB لفتح قفل شاشة آيفون. بعد النقر فوق رمز جهاز آيفون الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا، حدد نسخ الاحتياطي الآن لعمل نسخة احتياطية من محادثات الواتساب من جهاز آيفون إلى جهاز الكمبيوتر. إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد، فسيتم تخزين بيانات الواتساب في مجلد على هاتفك. ما عليك سوى توصيل الهاتف بالكمبيوتر للتحقق من المجلد، ولكن هذه الطريقة أيضاً لا يمكنها فتح وقراءة محتويات نسخة الواتساب الاحتياطية على الكمبيوتر. قم بتوصيل هاتف أندرويد بالكمبيوتر باستخدام كابل USB، وافتح هاتف أندرويد على الكمبيوتر، وابحث عن مجلد واتساب، وانسخ مجلد واتساب إلى الكمبيوتر لإكمال عملية النسخ الاحتياطي. ما سبق هو عدة حلول لنسخ وفتح محادثات الواتساب على الكمبيوتر. إذا كنت قد استفدت من هذا الفيديو، فيرجى الإعجاب والاشتراك في قناتنا. سنواصل تحديث مقاطع الفيديو حول مواضيع الواتساب. نراكم في المرة القادمة.